افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي اليوم بدبي فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إدك دبي في دورته 17 والذي يستمر حتى 7 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 1000 شركة متخصصة في هذا المجال. التفاصيل مع الزميل يوسف كانو. في دورته 17 انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إيدك دبي بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة من 130 دولة وعدد من مديري الدوائر المحلية والشخصيات العالمية. وقد اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي خلال زيارته في المعرض على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تعرضها أكثر من 1000 شركة متخصصة من 70 دولة. طبعا هي مهمة، أول شيء الخدمة الإنسانية يعني، وثانيا هي ملتقى على إضافة إلى المعرض، هي ملتقى للمسؤولين سواء للدوائر أو للأطباء في المؤتمر. واستمع سموه إلى شرح من قبل بعض العارضين عن أحدث أجهزة ومعدات الأسنان التي تعرضها الشركات المصنعة لأول مرة في إيدك دبي الذي يعتبر الحدث الأول والأكبر في المنطقة، حيث يحتل المرتبة 3 عالميا المعترف بها من قبل الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، كما بلغت زيادة المشاركين هذا العام 10% عن العام الماضي. طبعا هناك دول تتنافس، مو مجرد إيدك الحين ما بأصبح إلا شركات تتنافس، دول تتنافس. يعني أكبر دولة اليوم يعني المتنافسين في 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 في, في المعرض هو أمريكا، الولايات المتحدة، وأيضا ألمانيا، إيطاليا، كوريا، دول هاي الاقتصادية تتنافس تبرز شو الجديد في المعرض. وأكيد يعني هناك صفقات كبيرة. هذا الحدث العالمي بات وجهة سنوية للشركات المصنعة وكافة المهتمين بمجال الطب وجراحة الأسنان، فهو يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي لكافة الشركات العالمية التي تتطلع للتسويق وترويج منتجاتها من دبي إلى مختلف دول المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب تطوير الكفاءات الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص في الدولة.